يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من جولات استوديو الأبطال، والنهاردة جولتنا طبعا لسيدات سلة الأهلي في كأس السوبر المصري. نادي الأهلي أمام نادي الجزيرة، الحقيقة مباراة هامة جدا، مباراة بطولة. دايما بنتكلم على مباريات البطولة إن هي بتكون مباريات كبيرة، وأي فريق بيلعب قدام النادي الأهلي بيبقى عامل حساب كبير جدا للنادي الأهلي طبعا. ولكن خليني قبل أي كلام الأول أرحب بضيوفي الكرام طبعا، نجوم الاستوديو التحليلي كابتن داليا عرابي نجمه النادي الاهلي السابقه. ورحب بيك يا كابتن داليا، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ منورانا في الاستوديو. ربنا يخليكي، ومبسوطه اني معاكي ومبسوطه اني معاكي، وان شاء الله يبقى جيم حلو باذن الله. ان شاء الله. طبعا برحب بيك كابتن محمد موسى نجم النادي الاهلي السابق لكره السله، منورنا ومشرفنا في الاستوديو التحليلي. اهلا بيك يا مريم، انا اتشرفت طبعا ان انا موجود في قناه الاهلي، قناه عزيزه علينا كلنا طبعا. ووجودي طبعا مع كابتن داليا عرابي يعني واحده من اهم لاعبات النادي الاهلي ومنتخب مصر في كره السله في على مدار تاريخها، فطبعا شرف لي ان انا موجود معاكم. طبعا يعني كبير اكتسبناه الحقيقه في السوبر التحليلي مؤخرا يا كابتن محمد، الحقيقه منورنا وشرفنا دايما. طيب خلينا يمكن عندنا كلام كتير نتكلم فيه، ولكن نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم تانيه بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويمكن خلاص المباراة يعني يتبقى عليها أقل من نصف ساعة على بدء هذه المباراة. يمكن بتلعب طبعا على صالة دكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، ولكن خلينا طبعا في بداية كلامنا النهاردة بنتمنى يعني يمكن ده الأسبوع التاني على التوالي اللي بنتمنى فيه الشفاء العاجل طبعا والسلامة لطبعا سيادة الوزير نائب العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة أنه هو لسه يعني حالته الصحية لا نملك خلاص إلا الدعاء ليه طبعا أن هو يقوم بالسلامة في أقرب وقت. يعني يمكن تحديدا هو تعرض لهذه الوعكة الصحية الثلاث، مش اللي فات، لا كان الثلاث كمان قبل الماضي، فخلاص احنا بنتكلم في 15 يوم. فأكيد قبل أي كلام لازم نتمنى له السلامة وأن هو يقوم قريبا جدا بألف سلامة ويعود بقى. لأن الحقيقة يعني يمكن زي ما احنا عارفين وزي ما كل جماهير النادي الأهلي عارفة، يمكن كابتن عمري فاروق دايما كان بيكون متواجد في ظهر كل الألعاب أخرى وظهر كل الفرق، وتحديدا كمان سيدات سلة الأهلي كنا بنشوفهم أنه هو كان داعم رئيسي ليهم الحقيقة، وكان بيكون موجود مش بس في يعني الماتشات الكبيرة والماتشات الهامة، ولكن كان حتى بيكون موجود في التدريبات الخاصة بيهم، بيكون حتى موجود في الماتشات الصغيرة أو في بداية الماتشات وبداية البطولات. خلينا النهاردة لو هنتكلم طبعا عن الماتش، هو ماتش هام جدا، ماتش بطولة، يمكن احنا عايزين نستعيد تاني البطولات، يمكن دي أول بطولة احنا بنسعى ليها، خاصة بعد ان احنا بداية السيزون لم يكن موفق بالشكل الكبير، خاصة بعد خسارة طبعا بطولة دوري المرتبط أمام سبورتينج. كان خلاص البطولة كانت بتلعب يوم الخميس الماضي، يمكن الفريق حصل على راحة يوم واحد فقط، بعد كده استأنفوا التدريبات طبعا على طول تحت قيادة كابتن طارق خيري، وبعديها كان في اجتماع هام جدا مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. لأن احنا دايما زي ما احنا عارفين ان احنا سواء خسارة أو مكسب دايما بنغلق هذه الصفحة وبنبص للصفحة اللي بعديها على طول. والحقيقة ان هو كان اجتماع هام جدا ومثمر جدا مع الجهاز الفني والإداري والطبي، وكابتن محمود الخطيب كان بيتكلم ان احنا او تحديدا سيدات سلة الأهلي هم ابطال خماسية السيزون اللي فات، كان موسم استثنائي الحقيقة، ويمكن انا كنت موجودة كتير جدا معهم في ارض الملعب، وكان كابتن طارق خيري دايما بيتكلم انه دايما لما يكون في سيزون طالعين فيه بالشكل ده وبشكل استثنائي ومحققين 5 بطولات دون هزيمة وبالعلامة الكاملة، طبيعي ان السيزن اللي بعده يكون سيزن صعب جدا، وده الحقيقه هو ده اللي حصل. اكيد كان في اخطاء، ولكن ما ينفعش ان احنا نبخس الحقيقه حق فريق سيدات سله الاهلي، هو فريق كبير حقق بطولات كتير جدا السيزن اللي فات. فيعني بنامل ان اللي حصل في بدايه السيزن في دوري المرتبط يكون دفعه قويه لمباراه اليوم طبعا، علشان نشوف اداء قوي وعلشان نشوف تفادي للاخطاء اللي يمكن حصلت خلال البطوله الماضيه. ويمكن بقى خلاص مش هنعرف ان احنا نحقق 5 بطولات او العلامه الكامله، نركز على ال4 بطولات اللي جايين. كابتن داليا، يمكن عايزه اتكلم معاكي الاول قبل ما نروح للمباراه ونستعرض الاجهزه الفنيه وكمان اللاعبات، رايك ايه في الاجتماع اللي حصل مع كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني طبعا لسيدات سله الاهلي واللاعبات ايضا؟ اكيد كان اجتماع مهم جدا، وكان اكيد يعني لازم كده زي نقطه صحوه او نقطه افاقه للفريق خاصه بعد خساره اول بطوله. بصي، انا بشوف طبعا ان تدخل احد يعني كابتن محمود، تدخله ده كان توقيت مهم جدا.
لان طبيعي جدا احنا كجهاز فني او فريق كجهاز كلاعبين كمدربين كجهاز كامل بيحصل له هزه نفسيه نتيجه الاخفاق اللي حصل له بعد موسم استثنائي زي ما انت ذكرت يا مريم. اللحظه اللي تدخل فيها كابتن محمود وزي ما يكون جمع الفريق وجمع اشلائه او شاف مشاكله ايه وحاول يقعد معاهم، اعتقد وجوده بس حتى لو ما قالش اي مزبوط. حاجه خلينا صراحه يعني وجود هنقول قامة كبيرة زي كابتن محمود في وسط أعضاء الفريق ودعمهم ليهم، وخاصة في عدم وجود كابتن عمري ربنا يا رب يشفيه ويعينه بالسلامة، هو يمكن اللي كان بيقوم بهذا الدور حقيقة. فتدخله كان يعني تصرف صح جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعتقد إن هو هيفرق مع اللعيبة طوال السيزن اللي جاي إن شاء الله، وده اعتقد ان احنا هنشوفه في مباراه النهارده ان هم ينزلوا بمنتهى القوه مجمعين بعض اكتر لامين نفسيه بعض اكتر مشجعين بعض اكتر واخدين الباور من مجلس اداره واخدين كابتن طارق، انا واثقه ان هو من اقوى المدربين اللي بيعرف يلم فرقته كويس. مزبوط. ده حقيقي عنه يعني مزبوط. عن 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 ثقه وعن معرفه بيه شخصيه، لا هو من اكفأ الناس اللي بيعرف يتعامل مع نفسيات الفرقه. فأتصور إن بعد الاجتماع دوت بدخول كابتن محمود بوضع بقى آليات لعلاج النفسية الخاصة باللاعبين، أعتقد إن شاء الله طبعاً أكيد يعملوا سيزون قوي ومباراة النهاردة إن شاء الله. شايفين طبعاً معانا على الشاشة إحماءات فريق النادي الأهلي قبل بدء المباراة، خلاص بدأت يعني، نتمنى كل التوفيق لسيدات سلة الأهلي النهاردة أمام نادي الجزيرة. كابتن محمد خليني أروح لك عن يمكن إحنا بدأنا الكلام إنه النهاردة أكيد مباراة صعبة، إحنا يمكن كلنا قبل أو أوف إير بنتكلم إنه هي مباراة تمام يعني احنا شايفين ان الجزيره احنا هنكسبهم، بس برضو عايزين نعمل حساب يا كابتن محمد ان اي نادي بيبقى داخل قدام النادي الاهلي بيبقى عامل حساب كبير جدا، بيلعب على بطوله النهارده نادي الجزيره. نادي الجزيره بيختلف عن السيزون اللي فات، يمكن عنده بعض الاخفاقات او بعض الخسائر يمكن مش بنفس قوه السيزون اللي فات، ولكن النهارده اكيد مباراه هامه واكيد هو هيلعب كمان على نقاط الضعف اللي شافها في بطوله الدوري المرتبط. ازاي نتفادى ده وايه اهم الاخطاء اللي احنا لازم نبعد عنها النهارده اللي حصلت ما تتكررش في دوري المرتبط؟ مش بس كمان ان الماتش ممكن يبقى نظريا ان هو يبقى جيم سهل، بس هو المشكله في ماتشات الكؤوس ده ان هي ماتش من مباراه واحده. مظبوط. فهي دي دايما الباسكت بول معروف ان هي لعبه الدوافع، فانت النهارده فرقه الجزيره اكيد هتبقى حاطه عينيها ان هي ماتش واحد، مفيش يعني مش زي الدوري انا بلعب ماتشات رايح راجع وفي فرصه للتعويض او زي الدوري المرتبط مفيش فرصه بالظبط كده. فماتشات الكؤوس دايما ماتشات ملهاش مقياس، يعني حتى لو كانت النتائج على الارض بتقول ان في فرق فني او مستوى لاعبين النادي الاهلي اعلى بكتير، بس برضو ما بنقدرش في الماتشات اللي هي الوان شوت اللي بتتاخد نوك اوت مره واحده. مزبوط. ان احنا نقدر نقول ان الجيم هيبقى سهل او لا. وبعدين وجود كابتن عمرو عاصم كمان يعني في زي ما يبقى في ماتش النهارده في الملعب ما بين اللعيبه وبعضها، لا هيبقى في كوتشنج جيم بره على الخطوط مع كابتن عمرو وكابتن طارق طبعاً. لان كابتن عمرو من المدربين اللي بتعرف تشتغل باقل الامكانيات المتاحه معاه، ومعاه جهاز قوي جدا معاه كابتن مصطفى وكابتن هال نجمه النادي الاهلي نجمه منتخب مصر يعني واحده من احسن الناس اللي كانت موجوده في مجال كره السله الفتره اللي فاتت كلها. فلا اعتقد الجيم النهارده مش هيبقى بالسهوله دي، واعتقد ان هو هيعمل زي ما فرقه سموحه عملت مع النادي الاهلي وزي ما هو لعب في جيم سموحه، هو بدا الجيم بمان تو مان ضاغط في شويه في الاول وبعد كده لعب على الزون بريس. فاحنا ندعي ان احنا النهارده ان شاء الله نبقى موفقين في الثلاثة بونت في الثري بوينت من بره، لان دي الحاجه اللي هتخليهم يرجعوا للمان تو مان. لو هم لعبوا مان تو مان احنا امكانيا انديفيدولي او فرديا يعني اللعيبه بتاعتنا هتقدر بكل سهوله ان احنا نخلص الجيم بدري، انما لو اتحطينا في نفس المشكله بتاعه عدم التوفيق اللي كانت مقابلنا في ماتش سموحه اللي فات ان احنا شوطنا كتير جدا من 3 بوينت وما عرفناش نجيب، فهو هيفضل مكمل على زون 2 3، هو بيلعب زون 2 3 وفي ماتش اب كمان، فالموضوع هيبقى صعب جدا.
ويعني احنا ما نتمناش ان احنا نوصل للمرحله دي، بس ان شاء الله نخلص يعني في الكوارتر الثاني بالكثير يكون الدنيا ارتاحت شويه. فرقت. طيب ان شاء الله. خلينا دلوقتي نروح لصاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر، وهتنضم لنا زميلتنا العزيزه روزان نصر طبعا علشان تعرفنا على كل الاجواء الخاصه بالمباراه. خلاص اقل من ربع ساعه على بدء المباراه، بنرحب بيكي طبعا يا روزان وسامعينك، اتفضلي. زميلتي العزيزة مريم سميح برحب بيكي وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب أيضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، متواجدة مع حضراتكم طبعا لنقل أجواء أو يعني الاستعدادات الأخيرة ما بين ما قبل مواجهة طبعا النادي الأهلي والجزيرة في نهائي كأس السوبر. يعني خليني أقول يا مريم، بطولة مهمة جدا، أكيد جماهير القلعة الحمراء منتظرة من النادي النهاردة الأهلي إن هو يحققها على الموسم الثاني، يعني المرة الثانية للموسم الثاني على التوالي، وأكيد يعني إن شاء الله بإذن الله كلنا بندعي إنها تكون من نصيب النادي الأهلي. خلينا نعرف طبعا المشاهدين إنه النادي الأهلي النهاردة بيشارك أو بيخوض هذه المباراة يعني باعتباره أكيد بطل الدوري والكأس الموسم الماضي، أيضا يعني نادي الجزيرة بيشارك في هذه المباراة باعتباره وصيف كأس مصر أيضا الموسم الماضي. خليني كمان أقول إن النهاردة النادي الأهلي يعني كله حماس داخل الملعب، يعني خلاص أغلق صفحة تماما هزيمته أمام سبورتينج أو خسارته لبطولة الدوري المرتبط يوم الخميس الماضي، وبيستعد بشكل يعني قوي جدا لمباراة النهاردة. المباراة هتكون الساعة 6:00، يعني دقائق فعلا قليلة بتفصلنا عن بدء هذا اللقاء. عمليات الإحماء من خلفي بدأت بالفعل يا مريم، الكل مستعد ومتحمس جدا هنا في الصالة. خليني أقول كمان أنه الكابتن محمود الخطيب يعني بالأمس كان في اجتماع مهم جدا مع لاعبات الفريق وايضا الجهاز الطبي والاداري والفني، كمان بوجود الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. والحقيقه الكابتن محمود الخطيب يعني شكرهم على مستواهم الموسم الماضي، ويعني طلب منهم اكيد كمان ايضا اغلاق يعني صفحه سبورتنج تماما والتركيز فقط على اللقب اليوم، وطلب منهم اكيد يعني فقط خلاص يعني اغلاق هذه الصفحه والتركيز على المباراه النهارده، وكمان يعني قال لهم ان دايما جماهير النادي الاهلي بتطلب منهم كل البطولات، فخلاص يعني النهارده بطوله جديده ولقب جديد كلنا بنبحث عنه. وكمان قال لهم ان هو واثق جدا في فوزهم النهارده امام الجزيره، كل التوفيق اكيد لنادينا الحبيب النهارده يعني في بطولته امام نادي الجزيره. ونرجع لك يا مريم بعد اللقاء محتفلين بالفوز وكمان مع الكباتن الكبار وايضا مع مشاهدينا مشاهدين قناه الاهلي. يعني دي الاجواء اكيد او الاستعدادات الاخيره لما قبل مواجهه الاهلي والجزيره من داخل صاله دكتور حسن مصطفى. بشكرك يا مريم وعوده ليكي مره ثانيه. شكرا جزيلا طبعا زميلتي العزيزه روزان نصر من ارض الملعب، والحقيقه من ضمن صوتنا لصوتك بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده، وتكون بقى اول بطوله لسيدات ساله الاهلي في الموسم الجديد. كابتن داليا خليني اروح لحضرتك، عايزين نستعرض معاكي طبعا قائمه سيدات ساله الاهلي النهارده في المباراه. خلينا نقول الاول مين اللاعبين النهارده اللي هيشتركوا معانا. معانا ميرا الاشرف، نادين سلعاوي، سوريا ودينا عمرو ورضوى محمد، فريده وائل ورنيم الجداوي وتمارا نادر، حبيبه ويارا اسامه، والمحترفه السنغاليه بتاعتنا وجايده خالد. بيمثل الجهاز الفني في النادي الاهلي كابتن طارق خيري مدير الفني، كابتن كريم محمد المدرب العام، كابتن عليا محمود مدرب، كابتن ماجد المسلمي مدير الفريق، كابتن نجاح ابراهيم اداريه، كابتن اكرم الشرباجي محلل اداء، كابتن محمد عبد العزيز اخصائي اللياقه البدنيه، دكتور مروه الحسيني طبيبه الفريق، ودكتور ياسمين الكلاني اخصائيه العلاج الطبيعي، وكابتن ايمان جمال مدلكه الفريق، ودكتوره مي القاضي اخصائيه نفسيه. طيب نروح معاك بقى كابتن محمد للجهاز الفني وكمان لاعبات نادي الجزيره. الجهاز الفني لنادي الجزيره كابتن عمرو عاصم هو المدير الفني، مصطفى سيد المدرب العام، كابتن نهال سعد الدين مدرب مساعد، فريد سمير مخطط احمال، عبد الغني محمد علاج طبيعي، هيثم ممدوح المدير الاداري، علي عبد الباري محلل اداء. فرقه نادي الجزيره النهارده كنزي احمد رقم دبل زيرو، جنى وائل رقم واحد، ملك حاتم رقم 10، رضوى سالم رقم 11، رنا علاء نجمه النادي الاهلي السابقه النهارده موجوده في صفوف نادي الجزيره رقم 12، جاسمين اشرف رقم 14، خديجه عثمان رقم 15، نسمه ماجد 21، عليا خالد رقم 24، خديجه جونوال رقم 33، هاله تامر 35، جانا اشرف 55. وخليني اقول لك كمان
ان نادي الجزيره النهارده بيغيب عنه اثنين من نجوم الفرقه، حبيبه حاتم اللي هي كانت نجم واحده من ناشئي النادي الاهلي ونجمه نادي الاهلي قبل كده ونجمه نادي الجزيره، وفاطمه هاني نجمه منتخب مصر، يعني الاثنين عندهم اصابه، دول يعني كمان هيبقوا مؤثرين جدا على سكواد نادي الجزيره النهارده. فاطمه عنصر هام طبعا، فاطمه لعيبه صغيره وهايله جدا، يعني واحده من اللي احنا بنتوقع لها مستقبل في مع منتخب مصر، مستقبل هايل. يعني عندنا تمارا كمان كانت في الجزيره وجت عندنا الاهلي. تمارا اصلا من نادي الصيد، راحت السنه اللي فاتت في انتقالات يناير راحت الجزيره لعبت من يناير وجت لنا على الاهلي. طيب كابتن داليا، يمكن خلاص احنا مش باقي كتير على بدء المباراه، شايفه كابتن طارق ممكن يبدا المباراه النهارده ازاي؟ اهم الاخطاء اللي لازم يتفاداها، ولو هنتكلم عن نقاط الضعف اللي موجوده عند نادي الجزيره اللي ممكن يستغلها بحيث ان احنا زي ما كابتن محمد قال نخرج مرتاحين بفرق بوينتس كبير، خاصه في الشوط الاول كوارتر الاول والثاني، لان احنا مش عايزين نكرر يمكن خطا سبورتنج كان فرق صغير ويمكن حصل الريباوند من الكوارتر الرابع، احنا مش عايزين ده يحصل. فممكن كابتن طارق النهارده يبدا الماتش ازاي؟ والله بصي انا اتوقع يعني ان كابتن طارق هيلعب زون ديفنس في الاول، ممكن يوزع قوته على الشوط الاول والثاني. اتصور ان احنا ممكن يكون عندنا مشكله شويه في البيفتس بتاعتنا، بس ان شاء الله هو ده بيلود شويه على البيفوتات اللي موجوده في الوقت الحالي عنده، اعتقد ان هو هيبدا يتدارك دوت بس على حسب رؤيته للماتش. نادي الجزيرة زي ما كابتن محمد بيقول فيه اتنين لعيبة جامدين غايبين عنه، هم سكورر مش قوة مؤثرة في فرقة نادي الجزيرة. أعتقد أن البديل بتاعهم لو نزل واتضغط عليه ممكن يخلينا نخلص الماتش بدري يعني. وربنا يوفقه إن شاء الله، ربنا يسهل إن شاء الله. كابتن محمد، نقاط القوة اللي عند نادي الجزيرة اللي ممكن نقلق منها إن هي تحصل في بداية المباراة قبل ما كابتن طارق يحاول إن هو ينهي المباراة ويخرج منها مستريح؟ نادي الجزيرة النهاردة يعني هو المجموعة اللي موجودة بتجمع ما بين الخبرة والشباب، يعني عنده عالية اللي هي ملقبة بمارادونا بوينت جارد كويس جدا، معاها ران علاء نجمة النادي الأهلي السابقة، فوجود رضوى سالم في لعب في مركز 4 و5 هي ونسمة ماجد، الاثنين خبرات كبيره جدا، فاحنا لازم من اول الجيم، يعني انا زي ما توقعت او انا بتوقع ان هو كابتن عمرو هيبدا النهارده الجيم هجمه او هجمتين في اول الجيم مان تو مان، يشوف في الدنيا هتمشي ازاي، وبعد كده هيلجا للزون ديفنس. فاحنا الحل النهارده ان احنا عشان نقدر نخرج من الحته دي بسرعه ان ريتم الجيم يبقى اسرع، نقدر نلعب عليهم الترانزيشن اوفنس اللي هم في رجوعهم في الترانزيشن ديفنس بيبقى سريع، فاحنا طول الوقت لو احنا ما قدرناش نخرج الكوره بسرعه او نلم ريباوند بسرعه ونخرج الكوره ونقدر نوصل للباسكت من غير لما نلعب 5 على 5 بالظبط كده، فاحنا لو ما قدرناش نعمل ده بسرعه جدا فهنقابل في السيت بلاي بقى في الخمسه على خمسه، الموضوع هيبقى هم بيلعبوا وايد زون 2 3 بيلعبوا زون 2 3 مفتوح، فكمان لو الشوطه مش ماشيه دي اعتقد ان احنا الحل ان احنا النهارده نقدر نجري عليهم بسرعه، لان البنش بتاعهم مش احسن حاجه، احنا الحمد لله عندنا بنش كويس جدا، كل اللي موجودين يقدروا يعني يبقوا احسن زيهم زي اللي موجودين وفي احسن كمان، انما نادي الجزيره النهارده ما اعتقدش ان البنش بتاعه يقدر يسعفه لو احنا قدرنا نجري عليهم بسرعه، العامل البدني كمان مش هيساعدهم ان هم يكملوا معانا لحد الكوارتر التاني. طب احنا دايما كده يا كابتن محمد بنحب ان احنا نعمل ايه توقعات، فاحنا عايزين تتوقع كان يبقى في فرق كام بوينتس في الشوط الاول نرجع بيه كده امام الجزيرة. يعني الكوارتر الاول والثاني اعتقد ان يعني الكوارتر الاولاني مش هيبقى فيه فرق كبير، اعتقد الثاني ممكن نوصل ان شاء الله 10 15 بوينت يعني والدنيا تمشي تمام. احسن يعني. كابتن داليا، انا اعتقد ان كابتن طارق مش هيسيء، يعني من اول الجيم هيلعب كانه بيفاينل الجيم، انا ده حاساه بقوه يعني. هينزل يخلص الماتش ومش بعيد ممكن نلاقيه بيضغط او بيعمل حاجات تخلص الجيم من بدري عشان يقدر يستريح بقيه المباراه، فانا اتصور ان ممكن يكون من الشوط الاولاني في فرق. الجزيره يعني هيعافر شويه زي ما بيقولوا، بس ان شاء الله يخلص من بدري ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص 5 دقائق بتفصلنا عن بدء مباراه النادي الاهلي ونادي الجزيره في طبعا كاس السوبر المصري. يمكن دلوقتي هنروح بقى الفاصل، وبعد الفاصل طبعا هيكون معانا معلقنا نجم التعليق كابتن سيد صابر للتعليق على المباراه، وبعد كده بقى نلتقي مع حضراتكم ما بين الشوطين.
شوط اول اهلاوي باقتدار نقدر نقول طبعا يعني ما بين النادي الاهلي ونادي الجزيره في نهائي او يعني بطوله كاس السوبر المصري. الحقيقه ان يمكن احنا قبل بدء المباراه اتكلمنا انه اكيد هيكون في زي صحوه واكيد النادي الاهلي مش هيفرط يمكن في هذه البطوله. وخلينا نقول نادي الجزيره يعني لم يكن موفق سواء في الكوارتر الاول او الثاني. احنا الحقيقه يعني عندنا الكوارتر الاول انتهى 27-14 فرق بوينتس كبير، كمان يمكن الكوارتر الثاني 48-26، فنقدر نقول ان احنا طالعين مستريحين زي ما كنا بنتكلم طبعا مع كابتننا الكبار قبل المباراه. كابتن داليا خليني كده يعني سريعا نستعرض الكوارتر الاول والثاني، رايك ايه في اداء النادي الاهلي وايضا نادي الجزيره؟ بصي احنا زي ما توقعنا ان كابتن طارق هو ما سابش الجيم، هو لعب عايز يفرق من اول ثانيه في الماتش، ابتدى مان تو مان وكان واضح لنا ان هو كان بيلعب بريس عقب الفاول شوتينج بيضغط بريس، وطبعا من الواضح ان هو بيعمل كده علشان يعمل فرق سكور في اول الجيم. الاهلي كان موفق قوي ما شاء الله في التصويب من بعيد في التوقيت اللي كانت الجزيره بتلعب فيه زون. يمكن الفرق كله جه في ان الجزيره لعبت زون في الاول مع توفيق ثلاثياتنا. احنا عندنا 5 ثلاثيات في الكوارتر الاولاني لوحده. بالظبط كده، هم اللي عملوا الفرق الكبير ده. انا شايفه ان احنا مسيطرين اكتر تحت الباسكت، ريباوند والفولو يعني اقوى، بس الشوط الاول كان اقوى من الشوط الثاني. يعني سنغاليه شويه كانت فايقه النهارده، بننزل لها كتير. بعد كده متهيألي لما حصل فرق السكور النادي الاهلي بدا يلعب زون ديفنس ويهدى بقى شويه باللعيبه بتاعته وكمل الشوط الثاني بهذه بالزون بتاعه. وجزيره في حين ان الجزيره ما كانتش موفقه خالص في التصويب من دي حقيقة. يعني كابتن محمد خليني يعني اروح لك، يمكن احنا برضو زي يعني مش عايزين نكرر الخطا انه احنا نبدا الكوارتر الاول اقوياء جدا، الكوارتر الثاني يمكن بنقل شويه. ايه الاخطاء اللي حصل في الكوارتر الثاني محتاجين ان احنا نتفاداها في الثالث والرابع؟ احنا مش الاخطاء، احنا نقول ايه الفرق ما بين الاول والثاني. احنا اجبرنا نادي الجزيره اللي كان بادئ الجيم زي ما توقعنا ان هو هيلعب الجيم زون 2-3 عشان على امل ان احنا ما نبقاش موفقين في الرميات الثلاثيه، ولكن اللي حصل ان احنا قدرنا نجيب 2 من ميرال، 2 من سلعاوي، واحده من رضوى، فمن تمارا سوري مش من رضوى، احنا رضوى احنا جبنا 5-2 ميرال، 2 سلعاوي وواحده من تمارا. فده اللي خلى اجبرناه ان هو يقدر يلعب يروح يتجه للمان تو مان، وقدرنا نجري عليهم في الترانزيشن اوفنس. تمام، هنكمل كلامنا ولكن بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين طبعا كلامنا، وخلينا بس نتكلم في شويه بلغه الارقام. يعني احنا بنتكلم على الكوارتر الاول والتاني ويعني او الشوط الاول، ميرال اشرف سجلت 10 بوينتس، نادين سلعاوي 8، تمارا نادر السيد 7، عندنا بقى على الجانب الاخر في نادي الجزيره رضوى سالم سجلت 9 بوينتس وخديجه عثمان 7 بوينتس. الحقيقه ان احنا الكوارتر الاول والتاني برضو احنا مجمل الفاولات اللي عندنا هي 4 لميرال ونادين وسوريا وتمارا. كابتن محمد خليني اروح لك الكوارتر الثالث والرابع، ايه اللي احنا محتاجين ان احنا نركز عليه في التو كوارترز الجايين علشان يعني نحسم البطوله بقى كده واحنا مستريحين؟ محتاجين نكمل بس في الترانزيشن اوفنس اللي احنا عملناه في الكوارتر الاولاني. احنا جرينا عليهم اكتر من مره فطلعنا ايزي باسكت وقدرنا نعمل بكل سهوله بريس، هو ده اللي خلانا نفرق شويه في الكوارتر الاولاني. الكوارتر الثاني احنا الملعب كان اتقل شويه، ما كناش بنقدر نتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه كمان، واحنا كنا بنلعب زون فما تحولناش بسرعه، فده خلى ان احنا نلعب سيت بلاي كتير وهم قادرين يقفلوا علينا شويه على مفاتيح لعبنا. فاعتقد ان احنا لو قدرنا نعمل زي ما عملنا في الكوره الاولاني ونجري عليهم فاست بريك او ترانزيشن اوفنس، الموضوع هيبقى يعني السكور هيفتح اكتر من كده، وهيبقى الكوارتر الرابع هيبقى يعني اكنها ماتش ودي بقى ان شاء الله. كابتن داليا سريعا اهم النقاط الضعف اللي محتاجين نركز عليها جدا نادي الجزيره في الثالث والرابع علشان برضو زي ما انا كنت بتكلم مع كابتن محمد ان احنا يعني نحسم المباراه، يبقى فرق بوينتس كمان مش بس يعني فرق بوينتس واداء مش بس ان احنا نطلع كسبانين فقط. بصي انا شايفه ان المحترفه بتاعت الجزيره لما يعني غفلنا عنها شويه يعني كانت
يعني بتحط باسكت كتير وبتلعب من اي حته في الملعب، والحقيقه كانت موفقه جدا جدا. فانا شايفه ان احنا محتاجين نركز عليها كويس عشان هي ما ينفعش تتساب خالص، يعني ما ينفعش نغفل عنها. تاني حاجه انا شايفه برضو البليميكرات بتوع الجزيره والقطر، يعني الثلاثه اللي بره اما بيجوا يشوطوا بيخشوا يلموا كوارهم. أوكي. فانا ما بحسش برضو ان في بوكسنج اوت من الاهلي، المفروض يتحجزوا شويه، ما حدش ينزل يعني يشوط ويخش يلم كورته، دي ما ينفعش خالص الصراحه. فدي برضو محتاجين نركز شويه وربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله نرجع نحتفل معاكم بعد انتهاء هذه المباراه باول القاب سيدات سله الاهلي في السيزون الجديد. دلوقتي هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل بقى نعود طبعا لكابتننا الكابتن الكبير كابتن سيد صابر لاستكمال الكوارتر الثالث والرابع. الأهلي سيدات طبعا سلة الأهلي، ملكات سلة الأهلي، بطلات للسوبر المصري للمرة الثانية على التوالي وللمرة الرابعة في التاريخ، زي ما احنا شايفين كده قدامنا طبعا مراسم تتويج النادي الأهلي، وكابتن دين عمرو كابتن فريق النادي الأهلي بتتسلم كأس السوبر المصري زي ما احنا قلنا بعد طبعا التغلب على نادي الجزيرة. يعني يمكن دي بطولة غالية جدا، أولى بطولات هذا الموسم اللي بتضاف لدولاب بطولات سيدات سلة الأهلي بعد طبعا يعني دوري المرتبط، بعد خسارة دوري المرتبط. ولكن خلينا نقول ان احنا يعني كنا متأكدين ان النادي الأهلي لن يترك هذه البطولة ان هي يعني تروح، والحقيقة ان هم كانوا على قدر المسؤولية. مباراة يعني هامة جدا، مباراة كبيرة جدا، ولكن زي ما احنا شايفين قدامنا برضو ان يمكن الاحتفال مش احتفال كبير زي ما احنا عارفين. شايفين طبعا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي يعني بيخيم الحزن طبعا على هذا الاحتفال، ولكن هي دي هو ده حال الدنيا، وطبيعي النادي الاهلي بيضاف بطولات كتيره ليه. ولكن الحقيقه ان ليه الحزن بيخيم علينا وعلى هذا الاحتفال ده؟ طبعا بسبب برضو زي ما احنا قلنا في بدايه الاستوديو النهارده، اكيد استمرار مرض والوعكه الصحيه للنائب طبعا العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي سياده الوزير. والحقيقة ان احنا مش هنلاقي احسن من كده بطولة ان احنا نهديها له ونقول له يعني تقوم لنا بألف سلامة ان شاء الله. شايفين طبعا قدامنا كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سلة الاهلي، هي اولى بطولات هذا الموسم، اكيد هي بطولة غالية علينا كلنا. طبعا يعني مراسم التتويج داخل صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر، هي مباراة ولا اروع بالنسبة للنادي الاهلي. مش بس فرق سكور، هي انتهت طبعا بنتيجة 72-43، يعني فرق 29 بوينت. الحقيقه خلينا نقول ان هي مش بس فرق سكور، ولكن الحقيقه كان اداء كبير جدا ايضا من ملكات سله الاهلي. يعني الحقيقه شفنا اداء كبير منهم جدا، وبرده كل الاحترام لفريق نادي الجزيره، يعني حاول كتير جدا قدام النادي الاهلي وقدم مباراه محترمه تليق باسم نادي الجزيره. يعني اكيد هم ما كانوش موفقين بالقدر الكافي، ولكن الحقيقه ان هم يعني فكرة ان هم يكونوا موجودين امام النادي الاهلي ويأدوا الاداء ده برضو ليهم كل الاحترام. فريق محترم جدا تحت قيادة طبعا جهازه الفني والاداري، وزي ما احنا شايفين يعني لقطة برضو الابوة هنا تمارا نادر السيد والنجم طبعا كابتن نادر السيد، وهي بتتسلم وبيلتقط الصورة مع كأس السوبر المصري. يمكن تمارا الحقيقة برضو كان ليها أداء كبير في هذه المباراة، شايفين يعني كل لعيبة بقى على حداها بتلتقط الصورة مع كأس السوبر المصري. رنيم الجداوي الحقيقة أصيبت كمان في الشوط الثاني سبريند أنكل، الحقيقة بنتمنى لها كل الشفاء، ويعني أكيد هنتعرف أكتر على إصابتها وتفاصيلها في يعني الدقايق اللي جاية. ولكن الحقيقة قدمت برضو مباراة كبيرة وتليق باسمها طبعا كابتن رنيم الجداوي كابتن، يعني الحقيقه لعيبه كبيره، و يعني الحقيقه ان احنا سعداء جدا ان دي اول بطوله بتضاف لدولاب بطولات سيدات وملكات سله الاهلي تعويضا عن بطوله دوري المرتبط. الحقيقه اللي احنا تفادينا فيها عدد كبير جدا من الاخطاء، النهارده كانت مباراه قدرنا ان احنا يعني نتجاوز فيها كل الامور اللي حصلت في دوري المرتبط، وان شاء الله
يبقى هو ده الأداء المتوقع كمان خلال الفترة المقبلة في بقية البطولات المتبقية لسيدات سلة الأهلي. الحقيقة قدموا وما زالوا يعني برضو مش عايزين ان احنا بسبب بطولة واحدة نتكلم ان هم يعني مش بيقدموا اقصى ما عندهم، ولكن الحقيقة ان هم ما زالوا بيقدموا نتائج رائعة وبيقدموا أداء رائع ايضا. يعني طبعا كان السيزون اللي فات سيزون استثنائي بالنسبة لملكات سلة الأهلي، وإن شاء الله كمان يكون هذا الموسم موسم قوي أكيد زي ما احنا شفنا، ويعني منبارك لهم أكيد على هذه البطولة، بطولة غالية على قلبنا كلنا طبعا، يعني بطلات كأس السوبر المصري لسيدات كرة السلة. كابتن داليا ألف مبروك، الحمد لله أولى بطولات هذا الموسم. شفنا مباراة الحقيقة ولا أروع من ملكات سلة الأهلي، قدروا أن هم مش بس يخرجوا بالبطولة، ولكن الحقيقة كمان أن هم قدموا أداء كبير جدا، مش بس سكور، ولكن شفنا أداء من كل اللي شاركوا في المباراة النهاردة والروتيشن اللي حصل النهاردة، شفنا مباراة كبيرة من سيدات سلة الأهلي. ده حقيقي طبعا، ألف ألف مبروك للنادي الأهلي، والبطولة دي غالية على النادي الأهلي مش عشان حاجة، عشان هي كانت عقب زي ما انت قلتي خسارة في دوري المرتبط، فهي بطولة هتفرق جدا معهم نفسيا لاستعادة الثقة مرة تانية، سواء الجهاز الفني يستعيد ثقته في لاعبيته تاني أو اللعيبة تستعيد ثقتها في بعض وفي نفسها، فهي بطولة غالية لكونها جاية عقب الخسارة. فريق جزيرة ما نقدرش نقول غير ان هو معاه مدرب محترم كابتن عمرو، مدرب قدير، الفرقة قدمت كل اللي تقدر عليه، وألف سلامة على رنا علاء. إن شاء الله تكون خطة خفيفة، أنا شفتها كانت بتنزف من مناخيرها خلال المباراة، إن شاء الله ألف سلامة عليها وألف سلامة على رنين، وإن شاء الله برضو الإسبرين يعدي على طول وتقدر تستعيد قوتها تاني مع النادي، وكابتن طارق يقدر يوظفها بالشكل اللي هو شايفه. ألف مبروك للنادي الأهلي، وكنا نتمنى فعلا أن كابتن عمرو يبقى موجود، وإن شاء الله يقوم بألف سلامة ويقدم يقدم يعني الفريق يقدم له الكاس هدية إن شاء الله. كابتن داليا، ويمكن عايزة أخد من كلامك الحقيقة يعني، وكابتن محمد أكيد تتفق معي في الموضوع ده، النهاردة شفنا برضو روح رياضية كبيرة جدا بين الفريقين، سواء في إصابة كابتن رنيم أو أيضا إصابة رنا علاء الدين طبعا رقم 12، شفنا كابتن فريق النادي الأهلي كابتن دينا عمرو كانت بتساندها إزاي، وأيضا على الجانب الآخر لاعبات فريق الجزيرة قد إيه برضو كانت روحهم رياضية وكانوا بيطمنوا على كابتن رنيم الإجداوي. الحقيقة مباراة محترمة قوي يا كابتن محمد، شفنا إن هي الحقيقة أداء كبير زي ما احنا اتكلمنا، برضو نادي الجزيرة قدر إن هو يقدم أداء محترم مزبوط. لم يكن موفق طبعا وكان في فرق سكور كبير، ولكن مباراة الحقيقة خرجنا بيها بالشكل اللائق اللي بيليق باسم الناديين، وأيضا أداء كبير جدا من ملكات سلة الأهلي. يعني طبعا ألف ألف مبروك للنادي الأهلي النهاردة، يعني زي ما قلتوا إن هي فعلا بطولة مهمة، مش عشان قوة البطولة أو قوة المباراة، لكن كان الأهم إن احنا نقدر بسرعة التوقيت ده يكون في مكسب يرجعنا ينهي آثار الهزيمة بتاع الدوري المرتبط. والنهاردة يعني بانت فعلا شخصية النادي الأهلي في الجيم، إن احنا قادرين طول الوقت إن احنا نحافظ على التركيز، نحافظ على 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 اللعيبه الجداد حتى اللي دخلت، يعني النهارده جيد، النهارده واحده من مكاسب النادي الاهلي ان هي متميز. تقدر تدخل في بالسهوله دي وانها تبقى بالشخصيه دي، فطبعا ده نابع من اللعيبه. لو يعني لو نقدر نجيب في الدقيقه 6 وكان فاضل 6 دقائق و6 ثواني جايده وهي خارجه، هنلاقي لعيبه النادي الاهلي كلها بما فيهم دينا عمرو كابتن الفرقه، بما فيهم كابتن طارق، بما فيهم عاليه، هم رايحين بيسلموا عليها تحديدا. هو ده النادي الاهلي، يعني هو ده اللي احنا اتعودنا عليه في النادي الاهلي، ان اي حد بيبقى موجود بيدخل بسرعه، هم بيوصلوا لها رساله ان انت النهارده عملتي جيم كبير. يعني اللعيبه في السن ده يعني لسه صغيره بتحتاج تقدر تلعب في مباراه فاينل نهائي بطوله، ايا كانت السكور عامل ازاي، ايا كانت النتيجه عامله ازاي، ان انا اقدر ادخل بالطريقه دي، فطبعا دي حاجه كويسه جدا. وكل لعيبه النادي الاهلي الصراحه النهارده كانوا واقفين وقدروا، وزي ما قلنا ان احنا الكوارتر الثالث هو الفرق، ان اربع كور ورا بعض اتحولنا من الطريقه الدفاعيه للهجوم في اربع كور، وفريده وائل واصله بثلاثه ورا بعض، دينا عمرو واصله بواحده، فاحنا ده اللي خلانا نقدر، فهي دي شخصيه النادي الاهلي. فاحنا الف الف مبروك للنادي الاهلي النهارده، ونتمنى ان احنا النهارده ما تبقاش يعني اخر بطوله في السنه دي، لا تكون البدايه فعلا، ونقدر نكمل بيها بقيه بطولات السنه. عندنا الكاس، عندنا دوري السوبر، يعني لا عندنا ماتشات، عندنا بطولتين مهمين جدا، يعني اتمنى ان احنا وان شاء الله ربنا وفقنا ونقدر ندخل في بطوله افريقيا، فدي هتبقى حاجه
مهمة جدا الفترة دي. أنا بس عايز أقول حاجة، مش عايزين برضو نغفل، يعني الواحد كان سعيد النهاردة بإشراك اللاعبات الناشئات سواء من طرف الجزيرة أو طرف الأهلي، جايدة كانت هايلة. وبرضو على المقابل أنا شايفة أن خديجة عثمان عاملة جيم كويس قوي، دفاعي كويس قوي على المحترفة بتاعت الأهلي، فحاجة تفرح لما احنا بنتفرج على مباراة فيها اشراك للناشئين بالشكل ده وبيؤدوا اداء محترم بهذا الشكل. بنشجعهم وبنوصل لهم صوتنا يعني من هنا ان هم ان شاء الله هيبقوا لاعبات كويسين وصاعدات ان شاء الله الفترة المقبلة. خلينا نروح لصالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر وزميلتنا العزيزة روزان نصر، ومعها طبعا لقاء هام جدا مع كابتن نادين سلعوي احد نجمات هذا اللقاء. اتفضلي يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك طبعا فوز سيدات الاهلي على الجزيره بسكور يعني 72-43، سكور كبير جدا، بطوله مهمه. يعني دلوقتي معايا من بعد التتويج النجمه نادين سلعاوي نجمه الفريق، طبعا برحب بيكي في البدايه على شاشه قناه الاهلي، بقول لك الف مبروك، بطوله مهمه جدا، كلميني اكتر عن استعداداتكم قبل مباراه اليوم. الله يبارك فيكي. طبعا الماتش ده كان مهم جدا معنويا ونفسيا لينا، يعني بعد هزيمه دوري مرتبط قدرنا الحمد لله ان احنا نجمع نفسنا ونتلم كفرقه وكجهاز، والحمد لله يعني قدرنا نثبت نفسنا ونثبت النادي الاهلي وندي علامه يعني كده سيجنتشر للناس ان لا يعني الاهلي موجود وهيرجع اقوى من الاول يعني ان شاء الله. نادين انت نجمه الفريق او احد نجمات الفريق، كلميني كده يعني قبل المباريات المهمه بتستعدي ليها بشكل خاص ازاي؟ والله هو كان يعني الموضوع بالنسبة لنا أكتر المرة دي فرقة، يعني المشكلة كانت يعني الفرقة كلها ما كانتش يعني ممكن أقول التجانس ما كانش أحسن حاجة في مباراة المرتبط اللي فاتت. كنا مركزين قوي في كام تمرينة اللي فاتت إن احنا نرجع الكيمستري بتاعتنا تتحسن كفرقة، وعايزين نسعى جمهورنا طبعا، وإن احنا يعني نلعب لعب جماعي ممكن أكتر، نسمع تعليمات كابتن طارق أكتر ونقدر ننفذها، نذاكر الفرقة أحسن ما كنا بنذاكرها قبل كده، والحمد لله يعني احنا يعني قدرنا نعمل كده وكان باين النهارده يعني الفرق. الموسم الماضي طبعا حققنا كل البطولات، يعني كلميني مع بدايه هذا الموسم كابتن طارق اكيد ركز معاكم في تعليمات هامه جدا، ممكن تقول لنا ايه التعليمات؟ والله يعني الحمد لله احنا دلوقتي قلنا يعني ان بطوله السوبر دي بطوله يعني بنحط رجلينا بيها وبنثبت يعني ان الاهلي كده كده موجود وان شاء الله نقدر نحقق الفوز بالبطولات اللي جايه كلها. ويعني طبعا كان نفسنا يعني وبندعي للكابتن عمري فاروق طبعا ربنا يقومه بالسلامه، وكان اكبر داعم لينا واكيد بنهدي له كفرقه كلنا يعني الفوز النهارده ده وربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. كابتن نادين كل التوفيق ليكي وبشكرك طبعا، نورتينا، شكرا. مريم ده كان لقائنا اكيد مع نادين سلعاوي احد نجمات الفريق سيدات، طبعا يعني بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه مع لقاء ثاني. شكرا ليكي جدا روزان نصر، ولقاء هام مع كابتن نادين سلعوي، وزي ما توقعنا اكيد هيكون اهداء هذه البطوله الغاليه جدا لطبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي سياده الوزير العمري فاروق. زي ما احنا شايفين هو ده النادي الاهلي، هي دي مؤسسه النادي الاهلي، طول عمرنا متعودين انه النادي الاهلي نادي محترم جدا، مش بينسى ابنائه، مش بس قياداته، ولكن دايما لما بيكون عندنا يعني الحقيقه محنه وبيكون حقيقه عندنا كمان منحه كبيره وهي البطوله، وفكره ان احنا توجنا النهارده ببطوله غاليه، ولكن الحقيقه عمرنا ما بنقدر ننسى اكيد ابناء النادي الاهلي سواء من قيادات او اي افراد اخرى، فعشان كده كنا متاكدين ان هذه البطوله اكيد هتهدى من قبل ملكات سله الاهلي لطبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي السيد العمري فاروق. الحقيقه كابتن نادين قالت كلام مهم جدا كابتن محمد، فكره انه اللعب الجماعي وفكره انه دي هتبقى بدايه للبطولات اللي جايه، ما اعتقدش ان كابتن طارق ممكن ابدا ان هو يفرط في اي بطوله جايه، خاصه بعد الاجتماع اللي احنا شفناه مع كابتن محمود الخطيب النهارده، خير دليل على البدايه دي اللي احنا محتاجين ان احنا نستمر بيها خلال الفتره اللي جايه عشان نحقق بقيه البطولات. مظبوط جدا، هو نادين حطت ايديها يعني اتكلمت على نقطه التجانس، هو طول الوقت التجانس موجود في فرقه النادي الاهلي، بس خليني اقول لك ان الموسم السنه اللي فاتت ان احنا كان كل البطولات بنقدر نكسبها بسهوله، فطبيعي بطبيعه البني ادمين بطبيعه البشر ان انا هبتدي ادور ان انا العب لعب فردي وهنسى الفرقه، فده اللي ممكن يكون اثر الفتره اللي فاتت. اعتقد ان كابتن طارق الفتره دي ما بين الماتشين اتكلم معاهم كتير جدا على ان احنا لازم نرجع نلعب اللعب الجماعي، لان اللي في الاخر اللي بيكسب هو الفرقه، ما فيش حد. طبعا عندنا نجوم زي نادين سلعاوي، عندنا نجوم زي سوريا زي رنيم، بس في الاخر طيب. مهما كان هي الفرقه هي اللي بتكسب. طيب كابتن محمد استاذنك بس، يعني لقاء هام جدا مع كابتن رنيم الجداوي
كمان عايزين نطمن عليها اكيد بعد الاصابه اللي كلنا شفناها في الشوط الثاني. روزان اتفضلي سامعيني. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا من صاله الدكتور حسن مصطفى مكملين لقاءاتنا، وحاليا معايا النجمه طبعا رنيم الجداوي نجمه الفريق. في الاول يعني يا رنيم بقول لك سلامتك، طمنينا عليكي طبعا الاول، وكلميني اكيد هو اداء مشرف الحقيقه منك طبعا ومن كل الفريق. طمنينا عليكي في الاول وقولي لي كمان استعداداتكم قبل مواجهه النهارده. الحمد لله سبرين ان شاء الله يكون بسيط يعني. الحمد لله الفريق كله النهارده ادى بشكل فوق الرائع. احنا من اخر بطوله ما حصلش نصيب فيها علشان ما كناش مركزين، كان في كذا حاجه عامل يعني. قررنا ان احنا كلنا نلعب مع بعض وبشكل ما فيش جيم بعد كده هنستهون بيه، فاحنا النهارده كانت اول تجربه لينا بعد البطوله اللي فاتت، فالحمد لله كله ادى بشكل رجولي جدا وكله كان مركز على اكمل وجه، فالحمد لله ان كسبنا البطوله بفرق كبير الحمد لله. الف مبروك. طبعا النهارده فريق الجزيره فريق مش سهل ابدا، اكيد بتعملوا له حساب يعني. كابتن طارق اكيد ركز معاكم على بعض التعليمات الهامه. طبعا عملنا اجتماع قبل المباراه وقال لنا على مفاتيح اللعب بتاعت نادي الجزيره، وكلنا من اول يعني من امبارح واحنا بنتمرن جامد جدا، وعم يعني عم متحضرين من اول لما خلصنا البطوله اللي فاتت، خلاص بطوله وعدت، ومن اول تمرينه ليها واول تمرينه دخلنا فيها احنا مركزين على الجزيره. الجزيره فريق رخم، فكان لازم ان احنا ما نستهترش بيه ونلعب لغايه اخر ثانيه، فالحمد لله يعني ان ربنا وفقنا في الاخر وكسبنا. كابتن رنيم بقول لك سلامتك مره ثانيه وكل التوفيق ليكي ونورتينا. شكرا مريم. يعني اكيد كان لقاء مهم جدا مع كابتن رنيم الجداوي، وده كان لقائنا معاها، وهرجع لك تاني مع لقاء تاني. شكرا ليكي جدا روزان، واكيد كان مهم ان احنا نطمن على كابتن رنيم الجداوي. طبعا بنقول لها الف سلام عليكي وتعود في اقرب فرصه، وهي الحمد لله طمنتنا وقالت ان هو سبين انكل وان شاء الله تكون اصابه خفيفه وترجع تاني مره اخرى. والحقيقه برضو هي تطرقت للامور اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها طبعا، وهي فكره انه البطولة الخاصة بدوري المرتبط كانت الحقيقة زي صحوة أو كانت نقطة نظام، وزي ما احنا شايفين قد ايه هم كلهم متفقين على ان الفترة اللي جاية مش هينفع ان هو يروح منهم اي مباراة او اي بطولة خلال الفترة المقبلة، وده الحقيقة اللي اكيد كابتن طارق خيري كمان هيشتغل عليه خلال الفترة المقبلة. فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية نكمل كلامنا عن تتويج النهاردة لسيدات سلة الاهلي ببطولة السوبر المصري. ألف ألف مليون مبروك مرة تانية لسيدات سلة الأهلي على التتويج ببطولة السوبر المصري، أولى بطولات هذا الموسم. والحقيقة يعني خلينا قبل ما نكمل كلامنا نروح دلوقتي لزميلتنا طبعا روزان نصر من صالة دكتور حسن مصطفى للقاء هام جدا مع كابتن طارق خيري المدير الفني لملكات سلة الأهلي. اتفضلي يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بضيوفك طبعا الكرام، وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. معايا دلوقتي طبعا المدير الفني كابتن طارق خيري لفريق سله سيدات. برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي، بطوله مهمه بقول لحضرتك الف مبروك. النهارده بقى كلمني عن الاستعدادات قبل المباراه واثناء المباراه، كنت حاسس بايه؟ اولا مبروك ليكم وتحياتي للضيوف اللي موجودين في الاستوديو. لا مش حاسس بحاجه، احنا مباراه زي اي مباراه. الازمه بتاعتها ان هي جايه بعد خساره بطوله ثانيه، كان موضوع نفسي بقى ان تخرجي الاولاد ما كانوش مصدقين احنا السنه اللي فاتت محققين كل حاجه، درس اليوم، فعمليه كله نفسي مع تصحيح اخطاء اذا كان خصوصا في الجزء الجماعي من اللعب. الحمد لله رب العالمين، محاضره والتمرين والتوفيق من عند ربنا. بدايه الجيم، الجيم فتح فخلى الموضوع كمان سهل علينا كلنا الدنيا. زي ما انت شايفه شعور الاولاد يعني مش مبسوطين، يعني مش قادرين يطلعوا الفرحه عشان معالي الوزير العمري ربنا يشفيه. انما مجمل بطوله غاليه لينا، بطوله جوه النادي، التارجت اللي بنقوله او بيتقال لنا، او كابتن محمود كان عامل اجتماع من يومين قال نفس الكلام، ما تستهتروش، انتوا كسبتوا كتير فكتافكم تقلت، فلا ابذلوا مجهود ارجعوا تاني على المسار الصحيح.
ده احنا متعلمين كده، مفيش حاجه اسمها تاني. الحاله النفسيه من ساعه ماتش المرتبط الناس كلها نفسيا داون، زعلانين جدا. وانت عارفه انت بتغرزي بقى جزء كمان مهم، ان انت الجمهور، يعني انت مش ما ينفعش تزعليه، يعني بطوله حتى لو انت كسبانه الناس دايما لا، في غلط، في ميستيك من مدرب، من اللعيبه، احنا بنلعب عشانهم. فطول ما انت بتكسبي انت بتفرحيهم، فاحنا مبسوطين، لان احنا اوريدي جوه النادي ما عندناش حاجه اسمها مركز تاني، ما فيش مكافاه، ما فيش التارجت اول. هي دي كانت الازمه قبل الماتش، الجزء النفسي. انما توفيق ربنا كبير، انت تلعبي سبعه، دي البطوله السبعه، تاخدي سته، وان شاء الله ان شاء الله الكاس والدوري يبقى من حلفنا ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق، يمكن التعامل يعني من بعد موسم استثنائي اكيد في الاوف سيزون على بدايه موسم جديد بيكون صعب، خصوصا ان احنا محققين جميع البطولات الحمد لله الموسم الماضي، بتقدر تتعامل مع ده ازاي مع اللاعبات؟ التعامل بيبقى مش صعب قوي، لان هي مدرسه النادي الاهلي كده، احنا اتربينا كده. انما انا بحذر من اول السنه تكير، لما بلاقي حس في هدوء او في عدم الروح بنرجع نزعق ونقفش وتكير، هتاخدوا ألم عشان تفوقوا. ما كانش أتمنى أن هو يجي في الفاينل، كان يجي في حاجة أخف، إنما هو جه فطبيعي كله تكير، لا ده لازم نرجع. يعني هي عوامل كلها مساعدة، إنما دايما بنغرزها، بتحط تارجت في الأول، وبعدين كل كام أسبوع ميتنج او محاضره او تمرين فيه عنف شويه فوق، وخصوصا لو في تقصير في الجزء في التمرين. انا خلاص انا بك، انا فرقه كويسه، هي دي اللي بيسموها ايه، النقطه اللي كلنا شغالين عليها، انا والجهاز اللي معايا والدكتور النفسي والكلام دوت. انما مهما تقول احنا في الوطن العربي، انا فرقه كويسه، انا فرقه جامده، مهما تعملي، مهما تحذري، تكير في فلوس، تكير ليكي تارجت هيتخصم منك فلوس، برضو لازم للاسف يحصل حاجه علشان الواحد بيتعلم. انما مجمل هم البنات وحوش رجاله النهارده من اول الجيم خلصوه، هم موعديني ان احنا اللي جاي ان شاء الله احنا فايتنج فيه بقوه، ان شاء الله مش هنخسره، ونتمنى ان الدنيا تمشي كده. كابتن طارق طبعا كل التوفيق ليكم فيما هو قادم، وبشكرك ونورتنا. شكرا. مريم، ده اكيد كان لقاء مهم وكلام مهم جدا من كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سله سيدات، وده كان لقائنا هنا من صاله دكتور حسن مصطفى، بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه روزان نصر من داخل صاله دكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر، كلام هام جدا من كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سله الاهلي. يمكن ده كان الحديث الاول ليه بعد بطوله دوري المرتبط. احنا يمكن اتكلمنا هنا قبل بدء المباراه في عده نقاط يمكن تطرق ليها كابتن طارق خيري، وهي فكره تصحيح المسار وفكره الوقفه وتصحيح الاخطاء اللي حصلت، ويمكن ده اللي متفق عليه كل لاعبات طبعا النادي الاهلي وايضا كابتن طارق خيري. يمكن دايما بيتكلم انه هو ده حال النادي الاهلي، فكره الضغط، وفكره كمان كلام كابتن محمود الخطيب يمكن كان دفعه قويه جدا ليهم، مؤازره الفريق حتى بعد خساره اولى بطولات هذا الموسم، فكره انه اتكلم برضو قال يعني مصطلح كده كتافكوا تقلت، ولكن الحقيقه احنا زي ما احنا شفنا النهارده تصحيح لهذا المسار او بدايه تصحيح للمسار ده، وان شاء الله تكون البدايه دي يعني زي ما احنا بنقول كده يجي وراها كل البطولات اللي جايه اكيد خلال الفتره المقبله، وده اللي اكيد هيركز عليه كابتن طارق خيري مع اللاعبات، خاصه ان هم كمان ذكروا الجمهور يعني اكتر من لاعيبه، وكابتن طارق اتكلموا على الجمهور واهميه فكره كمان الجمهور كده لما بياخد على خاطره. احنا دايما جمهور النادي الاهلي متعود ان احنا طول الوقت رقم واحد، احنا رقم اتنين بالنسبه لنا هزيمه، فجمهور النادي الاهلي لازم دايما ان احنا نحطه بعين الاعتبار او نضعه في الحسبان، علشان دايما جمهور النادي الاهلي لا يقبل الا برقم واحد، وده اللي اكيد هنشتغل عليه وكابتن طارق كمان يعني هيشتغل عليه خلال الفترة اللي جاية. كابتن داليا، خليني يمكن عايزة أتكلم معاكي كمان على نادي الجزيرة النهاردة، عايزين يعني نسبوت لايت كده على أكتر من عنصر مهم عندنا، سواء في يعني العناصر الأساسية أو كمان صغار السن اللاعبات الصغيرين في الفرقة. نادي الجزيرة النهاردة قدم أداء نقدر نقول عليه أنه هو أداء محترم، عندنا أكتر من عنصر، يعني يمكن رضوى سالم، خديجة عثمان، نتكلم اكتر عن اللاعبات اللي انت شفتيهم منورين النهارده في نادي الجزيره. والله بصي انا هقول لك على حاجه، يعني الجزيره انا شايفاه النهارده لعب محترم جدا، ادى اداء
عمل كل اللي عليه، هو ما كانش عنده أخطاء غير عدم التوفيق، وده وارد مع أي فرقة. يعني أي فرقة في الدنيا ممكن تنزل غير موفقة في الجيم، سواء في الشوط أو في الدخول أو كده، لكن ما نقدرش نقول إن هو لاعب غلط. بل بالعكس، كابتن عمرو في الأول الجيم كان بيلعب زون زي ما قلنا، وبعد الخمس ثلاثيات الأولانية للنادي الأهلي لاعب على طول مان تو مان، ونقل الجيم مان تو مان. وأنا شايفة إن لعيبة نادي الجزيرة عرفوا يلعبوا مان تو مان كويس، وقفوا بالفعل يعني سيل الثلاثيات اللي كان الاهلي بيعمله. فما نقدرش نقول ان في حاجه غلط عملها نادي الجزيره النهارده، بس هي الفكره ان الاهلي النهارده كان موفق في الثلاثيات، فاكبر فعلا زي ما كابتن محمد قال في الاول الجزيره ان هو لما يلعب مان تو مان، احنا عندنا قمنا ناقلين على طول كابتن طارق قام ناقل 2-3، والتشكيل الدفاعي بتاع الزون 2-3 بيبقى سهل قوي نطلع منه فاست بريك، وده اصلا ميزه النادي الاهلي. فكان خرجنا بالفاست بريك كتير ولعبنا كتير جدا، وعرفنا نسيطر على الدنيا تحت الباسكت، بس ما كانش نقدر نقول عيب من عيوب الجزيره. بالعكس، انا شايفه ان البيفوتات بتوع نادي الجزيره كانوا موفقين النهارده جدا في الجزء الدفاعي. انا ما شفتش تالق من بيفوتات النادي الاهلي صراحه النهارده، كانت رنيم مش في حالتها النهارده، نقدر نقول شويه كان في شويه تسرع، ما نقدرش نقول ان هي رنيم مش في حالتها عشان هي غير موفقه، لا هو في دفاع كويس من نادي الجزيره. يعني هي رنيم لعيبه تقيله كبيره طبعا. هتاخد الكره في اي وقت وهي فاضيه هتقوم واكله اللعيب وداخله، فوفق نادي الجزيره النهارده في ان هو يوقف لعيبي الارتكاز عند النادي الاهلي، سواء من البيفوتات الرئيسيين بتوعه او سواء من اللعيبه الناشئه. خديجه عثمان النهارده لما نزلت استطاعت ان هي برده تلعب كويس قوي على السنغاليه الخاصه بالنادي الاهلي، وقفتها وقفتها. اوكي طيب، انا برده عايزه اروح للكابتن محمد، ولكن نتكلم اكتر عن نادي الجزيره، ولكن هنخرج فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نستكمل كلام. لسه مكملين كلامنا طبعا عقب فوز واكتساح ملكات سله الاهلي، والفوز والتتويج ببطوله دوري السوبر المصري، اولى بطولات هذا الموسم، بالتغلب طبعا على نادي الجزيره بنتيجه 72-43. ماتش كان كبير جدا، وعندنا كمان يعني نقاط كبيره وعديده نتكلم فيها، ولكن الحقيقه هنحاول في الوقت المتبقي ده ان احنا يعني نلخصها كلها. كابتن محمد، كنت ضروري جدا ان احنا نتكلم على نادي الجزيره واهم العناصر اللي كانت موجوده النهارده في السكواد بتاع نادي الجزيره. يعني خلينا نقول ان اهم العناصر في نادي الجزيره النهارده طبعا خديجه عثمان ورضوى سالم. خليني اقول ان احنا برضو احنا نادي الجزيره مش بكامل قوته، لان غياب حبيبه حاتم وفاطمه هاني اثنين لعيبه منتخب مصر مؤثرين جدا في الديفنس وفي الاوفنس على اداء نادي الجزيره. كمان الحاجة الأهم إن احنا نادي الجزيرة الأسبوع اللي فات لعب ماتشين مع نادي سموحة، الجيمين كانوا ايكوال جيم وخلصوا في الآخر، فالعامل البدني فرق جدا إن هو مش قادرين يجاروا النادي الأهلي بالبنش بتاعه بقوة اللعيبة بتاعته. فالنتيجة يعني أعتقد إن نادي الجزيرة في دوري السوبر هيبقى ليه شكل مختلف تماما عن اللي ظهر بيه النهاردة، ونتيجة النهاردة ما بتعكس قوة نادي الجزيرة الحقيقية، لأن نادي الجزيرة أقوى من كده. واعتقد ان فتحه الجيم في الاول هي اللي خلت اللعيبه يعني ممكن تفقد الامل شويه، بس اعتقد الفتره اللي جايه هيقدروا يعني يتحركوا اسرع، وبرجوع فاطمه وحبيبه حاتم الموضوع هيبقى مختلف تماما. يعني كابتن داليا، خليني اتكلم معاكي شويه عن البطوله اللي جايه بقى. خلاص احنا دايما متعودين ان احنا صفحه وبنقفلها، كانت بطوله هامه، ولكن خلاص لازم نستعد اللي جاي. المرحله اللي جايه دوري السوبر، احنا خلاص احنا مركز تاني في الدوري المرتبط، المفروض ان احنا هنلاعب فريق رقم 15 طبعا في ترتيب الدوري المرتبط، وهيبقى ماتش بيست اوف 3. كمان عايزين نتكلم انه اللي هيفوز ماتشين هيتاهل دور الثمانيه في دوري السوبر. شايفه ازاي ان احنا ممكن نخوض البطوله دي، واستعداداتنا واستعدادات كابتن طارق خيري؟ مش هنخرج عن اللي احنا قلناه. هو طبعا زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، احنا هنلاعب الكسبان من فريق جزيره الورد والطيران، وان شاء الله هتبقى البطوله يعني خط سيرنا هيبقى
خط سير كويس، انا مش شايفه ان في اي عراقيل في النص في خط السير. وبتصور ان الاهلي عاقب كلام كابتن طارق بعد ما سمعنا كلامه وسمعنا كلام اللعيبه، ما اعتقدش ابدا ان هو كاستعدادات، لا هو مش هيسمح باي تهاون في اي مباراه مهما كانت ضعيفه زي ما هو قال، وده احنا كنا متوقعينه قبل ما ينزل ماتش الجزيره اصلا. زي ما كابتن محمد قال في الاول بيحصل دروب للعيبه نفسي، بيحسوا ان هم فعلا ابطال. ما اعتقدش ان الاحساس ده هيرجع تاني لفرقه الاهلي نهائيا، اعتقد ان احنا نبقى مركزين جدا، مش هنسمح لاي تهاون، واعتقد ان هيبقى فيه معالجه للاخطاء اول باول، وهتبقى فيه هنقف كتير في الماتشات وهنحلل كتير في الماتشات كابتن طارق، ومش هيسيب غلطه تعدي او سلوك فردي يحصل تاني ممكن يبوظ له الكيمستري زي ما كانت بتقول نادين ما بين اللعيبه، لان هو ده بصراحه مفتاح فوز اي فرقه. يعني ممكن احنا ممكن نكون نجوم كل واحده في الفريق اسم كبير ونجمه كبيره، بس مفيش لعب جماعي، بس في الاخر مفيش لعب جماعي، فمفيش فوز فريق. هو اللي بيحدد في الاخر الجيم في الملعب او الفوز في الملعب حاجتين، الديفنس واللعب الجماعي. وانس ان احنا خرجنا بره الاثنين دول، اثرنا في ديفنس واثرنا في التيم ورك بتاعنا، الفرقه ان شاء الله يكون فيها مين يعني هتخسر ومش هتبقى موفقه على الاطلاق. واعتقد ان الدرس ده اخده يعني فريق النادي الاهلي، واعتقد ان هو هيبقى مركز فيه، وزي ما احنا بنقول خط السير هيبقى كويس، وان شاء الله لما نيجي نقابل بعد كده في النهائيات الجزيره تاني بكامل قوته، اعتقد ان ادائنا هيبقى افضل من النهارده، لان برضو احنا عندنا اخطاء مش صغيره النهارده. عايز بس اوضح لك معلومه، ان دور ال 16 اللي احنا هنلعبه هو مش هيوصلنا لدور الثمانيه، هو دور ال 16 نظام الدوري عندنا بنقسم بعد دور ال 16 بنلعب المباراه الثلاث مباريات دول اللي هم البيست اوف 3، اللي بيكسب فيهم بيروح ثمان فرق بيلعبوا دوري كامل، سبع ماتشات رايح وسبع ماتشات راجع، وبعد كده بنلعب دور الثمانيه، فدي مش هتاهلنا لدور الثمانيه على طول. طيب كابتن محمد اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا الحقيقه ان احنا كنا بنتكلم فيها اوف اير، وهي المحترفه طبعا فاتو. الحقيقه ان يعني عايزين برضو نقيمها، خاصه ان هي لعيبه اساسيه جايه من منتخب السنغال، يعني احنا ممكن نكون عندنا بعض علامات الاستفهام، ولكن احنا ممكن نتكلم ان هي لسه ما اندمجتش مع بقيه الفريق. ايه المشكله اللي بيخليها ممكن ان هي تكون ما بتسجلش بكثره في المباريات؟ يعني فاتو من اللعيبه من اول المحترفات اللي جم في الدوري، يعني احنا بادئين السيزون بيها، هي على مستوى الطول هي طولها كويس جدا، لكن في زي ما حضرتك قلتي في علامه استفهام، هي ما بتقدرش، هي بتتحرك كويس يعني برضو خلينا نقول ان هي بتقدر تتحرك كويس، لكن عندها مشكله في الفينش، يعني لحد دلوقتي هي ما قدمتش في اي ماتش من الماتشات، حتى في ماتشين المرتبط ما قدمتش المستوى اللي احنا متوقعينه من المحترفه بتاعه النادي الاهلي. محترفه النادي الاهلي اللعيب اللي بيجي بيلعب في النادي الاهلي، لا احنا عندنا احنا لغايه دلوقتي رنيم مقدمه مستويات احسن من المحترفه، فاحنا مستنيين منها اكتر. يعني نتمنى لها شويه كابتن محمد، يعني بلاش التقييم دلوقتي، ولا ضروري ان احنا نقيم دلوقتي علشان هي ممكن تركز او ممكن الجهاز الفني يركز على الاخطاء؟ احنا يعتبر في نص الموسم، احنا خلاص هو احنا لعبنا يعني اللي فاضل هو تقريبا نفس اللي احنا لعبناه، فلا هو ده وقت التقييم، ده احنا لازم يعني نقف على 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 المشاكل. طبعا كابتن طارق ادرى واحد بالمشاكل اللي عندها او بالنواقص اللي عندها، وهو هيقدر يكملها لها، او لو هي عندها مشكله كيمستري مع الفرقه ممكن بطريقه او باخرى ان هو يقدر. لعيبات كتير الحقيقه بيبقوا جايين محترفين، وفي لهم سيكنس ممكن تكون هي مش عارفه تتاقلم على العيشه في مصر، فممكن دي وشفناها في محترفات كتير ما يعرفوش يتاقلموا وهم ادائهم احسن من كده. فباي حال من الاحوال احنا يا اما فاتوا تقدر تدينا المستويات اللي احنا منتظرينها منها اللي هي تبقى على قدر النادي الاهلي، او نقدر نستبدلها في وقت تاني ان احنا نجيب محترفه تقدر تكمل معانا الموسم، لان نادي سبورتنج اعتقد في الفتره اللي جايه بعد رجوع هاله شعراوي من 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 الحمل، هي كانت حامل وخلاص ابتدت تنزل الملعب دلوقتي وخلفت موسى،
فهي يعني لازم هيكون تحت الحلقه عندنا مشكله كبيره لو فاتو فضلت مقدمه لنا نفس المستويات دي. تمام، انا بشكركم جدا الحقيقه. بكده نكون وصلنا لنهايه الاستوديو التحليلي النهارده طبعا الخاص بسيدات سله الاهلي امام نادي الجزيره، والحقيقه انتهى نهايه سعيده جدا وختموها كان مسك بتتويج ملكات سله الاهلي باول القاب هذا الموسم كاس السوبر المصري، والحقيقه ان احنا بنتمنى المزيد من البطولات خلال الفتره اللي جايه. كابتن داليا عرابي نجمه النادي الاهلي السابقه بشكرك جدا، مبسوطه جدا انت كنت منوراني النهارده. انا كمان مبسوطه ان انا معاكم، والحمد لله لفوز نادي الاهلي، ومبسوطه وجودي معاك يا مريم وكابتن محمد، وان شاء الله في تتويجات تانية للنادي ولقاءات اخرى باذن الله. كابتن محمد نورتنا وشرفتنا النهارده، والحقيقه بنسعد جدا واكيد هتنورنا تاني وتالت خلال الفتره اللي جايه. نورتنا. الف مبروك للنادي الاهلي، واشكرك طبعا على اليوم والاحتفاليه الجميله دي، وبشكر كابتن داليا، شرف لينا ان احنا نكون موجود مع كابتن داليا، وبشكرك طبعا شرف لي ان انا معاكي، وان شاء الله باذن الله اللي جاي كل بطولات النادي الاهلي باذن الله. شكرا لكم جدا، وطبعا ما ننساش ان احنا نتمنى كل التوفيق لرجال سله الاهلي. يعني الحقيقه بكره يوم مهم جدا، سيمي فاينل دوري المرتبط امام الاتحاد، وهيكون في الصاله المغطاه ببرج العرب، فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق، والنهارده يكون الحقيقه وشنا سعد على يعني رجال سله الاهلي غدا ان شاء الله. واكيد زي ما احنا قلنا بنكرر كلامنا ان احنا بنتمنى الشفاء العاجل لعمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد زي ما احنا اتفقنا انه هذه البطوله او اولى بطولات ملكات سلة الأهلي بنهديها طبعا للسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. بنشكركم جدا، إلى اللقاء.